رأيكم؟ لماذا يطرح الأمريكيون فكرة تقسيم العراق من آن لآخر؟ هل واقع العراق يجعل الفكرة فكرة التقسيم هي الحل الأمثل؟ وما رأيكم أنتم كعراقيين في فكرة التقسيم وموقف السياسة في العراق منه؟ من المستحيلات أنه المواطن العراقي أينما كان من الشمال إلى الجنوب من شرق الغرب المواطن العراقي نفس الإحساس يعني يحس بأنه بلده واحد. والله إحنا ما نريده أمانة الله التقسيم ما يخدمنا، وأمريكا ما جابت للعراق بس الخراب والدمار والفشل، وجت بسياسة خاطئة للعراق، حلت الجيش العراقي، حلت الأجهزة الأمنية، لأن رادت هذا العراق يظل دوما لهم. واقع السياسي، السياسيين هم من فعلوا كل هذا بالعراق، قسموا العراق على مصالحهم وعلى شهواتهم وعلى آرائهم، وبالتالي أن العراق تقسم إلى منطقة كردية ومنطقة شيعية ومنطقة سنية ومنطقة تركمانية. هذه هي الحقيقة، من فرض هذه هم عبارة عن شرذمة من السياسيين قسموا العراق لأجل مصالح. والله من وجهة نظري هو الحل الأمثل لعدم سفك الدماء المسلمين اللي قاعدة تروح، يعني ما لها داعي أقسم العراق وكل من يحكم نفسه بنفسه. الإمارات العربية المتحدة مو 7 إمارات وكل من مستغل ثرواتها، احنا نفس الشيء، احنا خيرنا دي يروح للشمال وللغرب والجنوب، يعني حالته يرثى لها. هو حل مؤقت لأزمة دائمية، لأن استحالة تقدر تقسم بلد هو جميع أطيافه واحد متعايش مع الثاني. لا يعكس الواقع العراقي، هذا التقسيم هو اللي اقترحه بناء على رغبته وعلى مصالحهم الخاصة هم، وليس لمصلحة الشعب العراقي. الشعب العراقي احنا كلتنا كتلة واحدة. تصريح الجنرال أديرنو تم الرد عليه من قبل جهتين، من قبل الحكومة العراقية، وأكدت الحكومة في بيانها رفض هكذا تصريحات، بالإضافة من قبل الإدارة الأمريكية متمثلة بالبنتاغون وكذلك وزارة الخارجية، فأكدوا أن هذه تصريحات شخصية لا تمثل موقف الإدارة الأمريكية الرسمي. هذه التصريحات تأتي بقراءة ناقصة ومجتزئة للواقع العراقي، ويكشف عن أن بعض الدوائر القرار والدراسات في أمريكا عندما تواجه انسداد فتلجأ إلى هكذا تصريحات في محاولة للخروج من عنق الزجاجة. العراقيون يرفضون تقسيم بلدهم، وعلما أن السنة لم تصدر منهم أي تصريح بالانفصال. نعم، ربما الأخوة الكرد كانت لديهم هكذا طموح، ولكن هذا الطموح كان يصعد وينزل حسب الظروف السياسية والخلاف مع بغداد. إلا أن السنة لم يصرحوا ولا الشيعة في العراق أن الحل هو في التقسيم. التقسيم هي خطة قديمة لدى الأمريكان، لأن معاهدة سايكس بيكو سوف تنتهي في عام 2016، أي بعد مرور 100 عام على المعاهدة. وروسيا أصبحت قوية في المنطقة بعد تقرب التحالف الصيني الإيراني الروسي، ولأن لغة الحوار أصبحت صعبة بين الطوائف العراقية بشقيها السني والشيعي. فالأفضل هو تقسيم العراق لأقليمين، هما أقليم الوسط والجنوب. أما ما يخص كردستان فالإقليم منفصل واقعيا، ولغة الحوار مع إخواننا العرب في الحكومة المركزية أصبحت صعبة جدا منذ اقتطاع رواتب الموظفين في عهد نوري المالكي وقطع حصة الأقليم وهي 17% من الموازنة. برأيي كمواطن كردي الحل الأنسب هو تقسيم العراق، والمستفيد الأكبر من هذا التقسيم سيكون بكل تأكيد هي إيران، لأنها سوف تسيطر على منابع النفط وعلى ثروات جنوب العراق. أما ما يتعلق بأمريكا، أمريكا أصبحت من الصعب إقناع السنة مع الشيعة أو الكرد مع الشيعة لحل الأزمات التي ما زالت عالقة. لماذا؟ أنا أود أن أسألك، ما الذي أوصل الأوضاع إلى هذه النقطة أنه من الصعب أن يكون هناك حوار بين الجماعات في العراق أو بين مختلف مناطق العراق كما تطرح أنت، بحيث يكون التقسيم هو الحل الأكثر واقعية؟ التدخلات الخارجية في العراق، بس على سبيل المثال تدخل السعودي أو قطري للسنة، التدخل الإيراني للشيعة، فهذا لعدم التفاهم بين الطرفين. ولأن أمريكا وإيران هي بالذات زرعة الطائفية وأيد الطائفية، ومن الصعب للعراقيين تجاوز الطائفية بوجود ودعم إيراني. لنكن واقعين، هذا هو الواقع العراقي الحالي، وفساد المسؤولين العراقيين، وذكر الأستاذ عباس البياتي فساد المسؤولين العراقيين وشرائهم بمنازل وعقارات في لندن وفي أمريكا وفي الإمارات أيس الشعب العراقي من وجود هكذا مسؤولين.
يقسم العراق الى 3 مناطق وليرتاح الشعب العراقي. اما ما يخص في مساله داعش، لأذكركم هيلاري كلينتون في مذكراتها الخيارات الصعبه ذكرت بان داعش صناعه امريكيه اسرائيليه لجلب كل متطرفي العالم الى مناطق العراق وسوريا وتأييد اعلان دوله اسلاميه، ولكن ثوره يوليو في مصر افشلت مخططا. من المشاركين يرى ان هذه الفكره هي جزء من خطه امريكيه تهدف الى تقسيم دول المنطقه بشكل عام وليس العراق فقط. الهدف من هذا كما يقول المشاركون هو اضعاف الدول العربيه، تحويلها الى دويلات صغيره يسهل السيطره عليها ونهب ثرواتها. مثلا من ضمن المشاركات التي تبنت هذا الرأي، قاسم العراقي يقول على صفحتنا على فيسبوك: الأمريكان أتوا لتنفيذ مشروع وخطة سايكس بيكو لتقسيم المنطقة العربية على أساس عرقي وطائفي وليس العراق فقط. أولا لكي يكون هنالك قرار في الحكومة الأمريكية، يعني هنالك مؤسسات، على الإدارة أن تقرر ذلك، على يوافق الكونغرس. وقد رأيتم في الموضوع الاتفاق الإيراني الصعوبات، وهذا اتفاق وهذا ليس تغيير حدود ولا فصل دول. الذي يحدث الآن، أعطيك مثل ثاني، أنه هذه يعني مقولة أنه هنالك من يريد تقسيم العراق، عندما تأتي وفود كردية إلى واشنطن ما يقال لها في وزارة الخارجية والكونغرس والبيت الأبيض؟ لا، نحن نمر فقط عبر بغداد ونريد وحدة البلد. عندما تأتي وفود الأقليات، عندما تأتي وفود العرب السنة تطالب بالسلاح يا أخي في واشنطن، ماذا يقال لها؟ كل شيء يمر عبر بغداد. المسألة هنا في واشنطن أن هنالك سياسة، وهذه السياسة قد تتغير. أنا لا أقول أنها قد لا تتغير، ولكن في الوضع الحالي السياسة الرسمية لواشنطن لإدارة الرئيس أوباما هو العمل عبر هذه الإدارة المركزية في بغداد، وبالتالي وحدة العراق. هنالك مسؤولين سابقين، لو سمحت لي، مسؤولين سابقين يعطون رأيهم، هنالك مراكز أبحاث، هنالك جامعات. لذلك في المنطقة عندما نرى هذه الأفكار تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية نعتبر أنه والله هنالك مخططات ومؤامرات. هذا ليس واقعاً.